يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع بالهنا والشفا. يا نصيبتي؟ انت بتعمل ايه هنا يا راجل؟ مين الولية دي؟ دي مراتك يا لمبي. يا راجل. مرات انا؟ يا نهار اسود. يا دكتور الشواف اسمعني. أبا ما تسمع يا اسطى، انا مش فاهم حاجة من الانجليزي والترانسليشن بتاعك ده. بص انا لما حصل الموقف ده ها، وعم فوزي اكد لي انها دي مراتك، والمصحف الشريف ان ما كنت مصدق ان دي مراتي، كان اول مره لولا ان انا لميت الموضوع ولميت الربكه اللي حصل في الحكايه يعني. طب الله يخليك، الموضوع ده هيحصل تاني يعني؟ ايه؟ لا بس بسيط هيبقى فيه يعني. لمبي يا لمبي. طب سلام انت بقى يا اسطى، سلام انت. ايه نوجع؟ ايه عايز اعيش ولا ايه؟ نسيت ده. ده بتاع ايه ده؟ مش شاكرين يا نوجع؟ يا اخي انت زهقتني وقلبت دماغي. قضيتك دي تيجي ايه جنب القواضي اللي الاستاذ مساكها؟ ده مفيش قضيه. اللهم صل على الاستاذ. جه يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ، صباح الخير يا استاذ، يا استاذ، صباح الخير يا استاذ. بطلوا بقى تسول بقى، عايز ايه؟ تسول ايه؟ انا اشرف يا استاذ. انزل. يعني ايه اشرف؟ لا انزل. حاجه غريبه قوي. اوعى انت الشنطه، اوعى الشنطه، مش اوعى. انا ولا اعرف عمك. مين على كده؟ يلا ولا اعرف. انا باخد. اوعى الشنطه. انا اشرف سكرتيرك. مالك؟ اشرف ايه؟ اشرف سكرتيرك. مالك يا استاذ؟ والله المؤاخذة يا اشرف. ازاي؟ الحمد لله يا اشرف. انت خضتني. معلش معلش. اصل انا الايام دي عمال انسى شويه حاجات كده، فرحت للدكتور فاداني دواء، فظهر الدواء ده فيه منسيات. يا حبيبي الف سلامه عليك. الله يخليك. احنا كل خلاص خلاص افتكرتك. احنا بقى هنا جايين ليه؟ عشان قضيه. عشان قضيه انهون فيها؟ لا لا ما تقلقش، قضيه جديده. المصحف؟ ما تخافش، انا مكلم الاستاذ رافع المحامي، هو اللي هيترافع في المحكمه. ولا رافع المحامي ولا شايل المحامي، انا اللي هترافع. نعم؟ أنا اللي هقف في ساحة الفضاء العالي وأقوم بالمرافعات. يا ريت، إيه اللي غير رأيك كده؟ يا ده إحنا ليه عرقنا إحنا وشقانا يروحوا لبره؟ مش إحنا عرقنا إحنا أولى بيه؟ بدل ما تاخد 20 جنيه في إيدك مني كحيانة، تروح قافش مني ميالة، وابنك اللي بيسهل بقى ده رزقه. ابني بيسهل وما بيسهلش، أنت هتفضحني في الشارع. ما تشوف طب حل. المهم يلا. أنت قلت لي أنت مين؟ خدمتك أم أحمد. طب عدى يا حاجة وأعلن عن قدومي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا أهلا يا أهلا وسهلا بالأستاذ، يا أهلا وسهلا، يا أهلا. اتفضل اتفضل يا أستاذ. يا أهلا وسهلا، اتفضل يا أستاذ. الله أكبر، الله أكبر. الأستاذ أشرف قال لي ما طولش عليك لأنك أنت مشغول دايما، وقتك مش بتاعك. ده فعلا حاصل عني. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الراجل ده يا عم وإيه؟ خارج من حرب الاستنزاف ولا ليه؟ اللي ليه ايه؟ الله اكبر الله اكبر. حسيت ان دي لسه نازل من على خط ابو الليف. المتر بيزهق. شيء عادي يا عزب. في بدايه الموضوع نتعرف بالاسم ايه؟ معزوبك بيومي. طب حاج بيومي، ايه نوع القضيه؟ ابن متهم في قضيه اغتصاب. ومين اللي اغتصبه؟ لا يعني ايوه من الفعل يعني هو يعني في الاغتصاب ده حد اتحمرش بيه؟ يعني كان اغتصام وحمرشة أو اتحمرشوا بيه، ولا هو يعني اتحمرشوا بيه كده بس وكده؟ لا، ابن متهم في قضية اغتصام. هو متهمينه في قضية اغتصام. وهل ذلك حصل فعلا جدا؟ لا، ده الأكبر ابن بالأبدي، ده دور عاملاه البنت وأهلها، طمعانين في العز اللي أنا فيه. عارف موقف الميكروباص اللي أنا فيه ده؟ كله بتاعي. ايه البنت دي اسمها ايه اللي رنا بلاها عليه؟ نبيلة الحايح. رباعي يا حاج لو سمحت. نبيلة الحايح بهنسي جوهر.
في نبيله الحلح بهنسه جوهر عندها 67 سنه ومتجوزه 7 مرات ورمت جوزها من البلكونه. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انت اللي ايه؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضره النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ اما بقى نبيل الحلح اللي عليها العين والليلي دي ساكنه في 17 شارع السكاكيني الدور الخامس. يا راجل كفايه بقى، مش سامعك كويس، بطل وشوش. ما انت بتتوشوش، مش سامع خير. ايه بتقول ايه؟ هكلمك بعدين، يلا باي. ارجو يا حاج ان انا ما كنتش قطعت عليكم الحموم الجماعي اللي انتوا فيه ده. لا يا ابني، احنا طول عمرنا ماشيين على كده. هو انا بس كنت جاي لنبيله في بوستين. ايه؟ لا جاي اخد كلمتين في القضيه يعني. بحسب البوستين. ايه؟ اصل سمعتها بوسه، انت فاكرني ايه؟ اصل انا شريفه وعفيفه وظريفة وشرفي بحب بالليفة. ابني كنت الليفة يا حاج، حب يا جمل. ده انت عمك في قلب البيت رهوان. يا بنت خلصي التليفون اللي معاك ده وشوفي الافوكاتو، يمكن نطلع منه بمصلحة. طب يلا بقى، باي باي. خلصنا افندم يا استاذ. والله انا بس فت... ثواني. ازيك يا سعودة؟ ده سعد الصغير؟ لا 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 لا، ده سعد اخويا انا. يا حبيبي. اكبر من الصغير ولا هو ايه؟ يا راجل لا 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 لا، دايما انت ظنك وحش يا راجل. ده ابن خالتي برضاعة يا سعد. طب يلا يلا اقفل، اكلمك بعدين. يلا باي. باي. البلد كلها اخواتها في الرضاعة. منور يا حاج عجة. افندم يا استاذ خلصنا. قصدك يا ست انت اللي خلصيني بقى. بص يا ست انا بس شفت ال... ثواني. اوعي بعد ماتش بقى. انت رايح فين؟ اجيلك لما الشبكه تقع. طب انت كنت عايز ايه؟ لا خلاص، نتقابل في الجلسه. باي. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن هذا الملتهم الماس اللي أمامكم الآن في قفص الالتهام بريء براعة الذئب من دم ابن يعقوب، وأنا ألتصق مع النيابة. ألتصق مع النيابة في كل دليل قد قدمته وقد قالت بأن موكلي مذنب، ولكن دعونا ننطق بالقانون الذي هو تاج فوق رؤوسنا نمشي به بين الأمم، فخورين به. القانون الذي يقول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولذا ولذاك ولهاك أطلب من هيئة المحكمة والسادة الحضور أن تسمح لي باستجواب المدعية. تعالي يا نبيلة. سيد الرئيس، مش فين الشهادة اللي هي المدعية؟ هي دي الشهادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام يا سلام على الهدى والنور. أنا أحترمك عشان خاطر الحجاب اللي أنت لابساه ده. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله. ده أنا أنفخك. بارك الله فيك يا أستاذ، بارك الله. نبيل الحايح، أنت قلت في تحقيقات النيابة انك انت شاورت للميكروباص وهو كان فاضي وركبت معاه، صح؟ ايوه يا استاذ. ولما حصل ان انت ركبت معاه الميكروباص خدك لمكان غير خط سيره وخدك بعيد بعيد وحديكو وفي حته مكان ضلمه كده وعلى ضي الشموع حصل الاعتداء عليكي، اليس هذا صحيحا مطلقا ذلك؟ اجل يا سيدي. اجل يا سيدي. وعلى حسب أقوالك برضك في النيابة
انك قلتي ان تم عليك الاعتداء بداية من الساعة 7:30 حتى الساعة 8:30، يعني ساعة بالتمام والكمال، مظبوط؟ الله ينور عليك يا أستاذ. لا الله ينور عليه هو، ساعة ده رقم قياسي، ده المفروض ياخد جايزة أوبل على اللي عمله ده. سيد الرئيس، هل تسمح لي الهيئة الموقرة بمكالمة تليفون؟ هنا يا أستاذ. نعم؟ هنا؟ بعد إذنك، المكالمة في صلب وعنق القضية. اتفضل. أنا اللي بتصل، أنا، أيوه. ردي يا حاجة، ردي يا حاجة. فتح الله عليك، ردي. ألو؟ ألو؟ مساء الخير؟ مساء الخير يا فندم. نبيلة الحايح، مش كده؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي، طب ده رقم تليفون ساعتك، مش كده؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي. والرقم ده يا حايح كان موجود معاك أثناء الحادثة، صح؟ أجل. أجل. أنا بس حبيت أثبت لسيادة المحكمة إن دي النمرة الخاصة بالمولدعية اللي كانت معاها أثناء الزعططة، وكان عايز ياخد منك الموبايل، صح؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي، يا سلام على التقوى. طب إزاي يا سيادة الرئيس حصل الاعتداء عليها وهي جالها في نفس التوقيت ده 5 مكالمات كل مكالمة لا تقل عن 10-12 دقيقة، وده اللي مظبوط عندي هنا في قلب الشركة نفسها بتاعت المحمول، بتقول ان جالها 5 مكالمات في نفس التوقيت اللي كان بيتم عليها الاعتداء فيه نفس الساعة. ازاي ده يتم؟ هو ممكن يحصل، بس يحصل بقى سعادتك الا اذا كانت هي في حالة الاعتداء كانت بتكلم صاحباتها وبتشرح لهم فوائد الاغتصاب. شكرا سيادة الرئيس. يا تقوم هتظبطي، يلا باي. نبيلة، انت نمرة الموبايل بتاعك 013-45-31. ايوه يا فندم. حكمت المحكمة حضورياً أولاً بإلقاء القبض على المجني عليها وأحالتها إلى نيابة العام وتوجيه تهمة البلاغ الكاذب إليها، وثانياً براءة المتهم عصام بيومي من التهمة المسندة إليه. رفعت الجلسة. بقول لحضرتك نزل لي قانون الدستور الجنائي كله. ايوه بس ده كتير قوي على الشريحه انها تستوعب ده كله من غير ما تفضي لها مكان. يا باشا البشوات، يا دكتور، يا مستر سكلانس، احنا داخلين على عز وفلوس جايه وحياه تانيه خالص. عايزين نعمل الفلوس اللي بجد، عايزين نقف على الفلوس، نفضل نطول من علوها نلمس برج الجزيرة، ولو طولنا نلمس برج الجدي كمان هنلمس. اتكل على الله. حلو قوي، هات المج بتاعك وتعالى. بصحتك يا مستر سكلانس. قدامي. ولكم سكولانس. شوف بقى، دي ذكريات قديمة زي أصدقاء طفولة، الأهل، الجيران، الحي اللي أنت اتولدت فيه، العشرة القديمة يعني. شيل. إيه؟ شيل ذكريات طفولة إيه؟ وناس ايه وجيران ايه وعشرة قديمة ايه؟ ده حتى اسمها مش حلو، عشرة قديمة زي الجبنة القديمة. شيل. هايل. عايز الناس دي كلها تساعد.
انساها من الفقر. عايز ابقى شاب جديد، اعمل لي اكاونت ونزل لي الايس بوكس. حيل حياتك كلها